نظمت أنا يقظ ورئيسها أشرف العوادي قيس سعيد حقق 9% فقط من وعوده الانتخابية بعد مرور سنة على توليه هذا المنصب. هذا الرقم اللي اعطاته منظمة أنا يقظ لرئيس الجمهورية قيس سعيد، عام على تولي قيس سعيد الرئاسة. هذه الأرقام شو تقول حسب أنا يقظ؟ عودة على كل التصريحات اللي عملهم والوعود اللي اعطاهم في حملته الانتخابية وفي ظهوره الإعلامي. العدد لقيس سعيد، الأرقام هذه للوعود التي لم يفي بها حسب منظمة أنا يقظ. برهان، خمسة فلوس، لأنه واحد ما هوش فاهم قصة الرئيس قيس سعيد والوعود، وكيف تجب تتقاس الوعود والبارومتر اللي قاسوا به قصة الوعود، خاصة في حالة الرئيس قيس سعيد بالذات، الرئيس اللي طلع للسلطة. أنا شخصيا أعتبرها أكاد أجب بدون وعود. الرئيس قيس سعيد وعد بحاجة؟ أنا ما شفت حتى وعود. الرئيس قيس سعيد لم يخاطب الشعب التونسي في حملة انتخابية وقال لهم انتخبوني خاطر باش نعمل لكم كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ما تقريبا أي حاجة موضوعية هو كلام عام بتاع حملة انتخابية كان عبر فيه قيس سعيد عن أفكاره. أفكار والأفكار شيء والوعود شيء آخر، يعني حتى في كل التفاصيل البسيطة بتاع حملة انتخابية بتاع طرف فلايرز فيه برنامج انتخابي قيس سعيد ما عملوش راه، وكان واضح اللي تي كونسيكون افيك سوا، ما مصداقية منسجم مع روحه، معناها ماهوش ما لا قال راني اولا اعيدكم بنسبة 3% التنمية، ثانيا اعيدكم بالرفع من مستوى التمدرس الى 20%، رابعا ما فما منه حتى شيء. الرئيس قيس سعيد صعد بمجموعة من الافكار وبشخصه، وبشخصه الناس انتخبت الشخص ولم تنتخب الوعود، الناس انتخبت الشخص ولم تنتخب البرنامج، الناس انتخبت الشخص، وهذه الحالة النادرة اللي عرفتها الانتخابات الرئاسية التونسية في 2019، كانت انتخابات على شخص ولم تكن انتخابات على برنامج، وهذا فيه الجانب الموضوعي والإيجابي من ناحية الإبقاء على نوع من الثقة، ولكن ما تولي إيجابية كان ما يحولها قيس سعيد بالفعل إلى عامل طمأنينة لجميع التونسيين، هذا من ناحية، ولكن أيضا من ناحية أخرى جانب سلبي أنه الرئيس ما تنجمش تختبره في حتى وعود. زيد، والله نفهم كلام مريان، أنت رئيس عاجبك ولا لا اليوم؟ أنسى أنا يقذ وأنسى الوعود وغيره. والله عاجبني الرئيس الراف، خاطر كي يحكي تسمع أنت رئيس، أول مرة أنا نحضر على الرئيس يحكي على الغرف المظلمة اللي هم فيهم سيبوريان والالزام واللي الزام الالزام فهمتني، والجماعه كيما الزغيدي وكل سميهم باش يسميكم يا راف، انتظروه خاطر الرئيس جات كورونا باش يفضح كل شيء. يا خويا باهي كي عندك رئيس وما يطلع ويصارح الشعب وكل، بالنسبه للوعود مسكين هو حتى لين تو الكورونا خاف ساعات برهان تكون مقصود بكلام الغرف المظلمه تاع قيس سعيد. لا لا، واضح هو شكون يقصد الرئيس، يعني احنا في الاعلام نخدموا تحت الضوء وغزر تحت الاضواء، والله اساله هو الحاجات لا هو تقريبا الاقرب يقصد بعض الاحزاب اللي قاعده تنغص على الرئيس واللي قاعده لا مش صحيح يا راه، فما كرونيكوريت في الراديوات وفي التلفز يلعبوا في اطراح سياسه ويقابلوا في السفارات، وهنا راهم الصباح يجيونا كلمني هذا وما عادش تقول هكا وما عادش تقول هكا، وكانوا يبعث في مساجات الكلها تكور، ويا رفيق الكلها تمعش على ظهرك في البرنامج ديما فيك ديما فيك راهو فمك ور قاعده تتلعب. انا نجي نخدم نعمل قهوتي ورا والله تو نحكي لك فيقني وي سندريلا. والله انا عطيته خمسه سيد قيس سعيد على خاطر تو سامبلومون الظروف ما كانتش ملائمه، زاد الراجل مسكين هو حط سيقه في الحكم والكورونا جات وكل شيء التالي مش القديم، دونك سي توت افي نورمال. الوعود اللي قالهم الانتخابيه اللي وعد بها الناخبين نتاعو باش يعملهم، مش كل شيء باش ينجم يعملوا خاطر تو سامبلومون الظروف كانت صعيبه. كنا نعطيو في الاعداد وتقريبا الناس كل قريبه بون مراد ثلاثه مش راضي ثلاثه الاي واتش الاي واتش اصدقائي اي واتش، لكن تقريبا بالنسبه لكم دي زونتي قيس سعيد لا وبصراحه الخرجه ما ظهرتليش صحيحه. باش نقول لك علاش انا موافق في 80% الكلام اللي قالوا برهان. قيس سعيد الوعود نتاعو قليله، شنو المدينه الصحيه في القروان؟ بالعكس احنا لمنا عليه من هذا المنبر وانت معانا انه ما عندوش برنامج، ما كانش في الانتخابات مراد سامحني،
حتى المدينة الصحية كانت وعد انباع. معناها على العموم يظهر لي قاسية جدا مع الرئيس، مع أن نقول هنا أنه نجم نعتبره الأداء متاعه إلى حد الآن ما تمأنش التوانسة. من الحاجات اللي حكي فيه مثلا مشكلة التطبيع، استناوا الناس مبادرة واضحة من رئيس الجمهورية باش يحط النواب، ظهرهم للحيط دو ميوريات مشيو يا إي ولا. من الحاجات اللي حكي فيهم زاد قيس سعيد المصالحة مع رجال الأعمال، وكيفاش تجيب كل رجال الأعمال وكل واحد يتكفل بمعتمدية ولا ولاية ولا غير. صديقي تعدى عام والوقت من ذهب، إذا كان أنت رئيس دولة ديجا ما عندك صلاحيات كبيرة، وفي الأمور الخارجية العالم واقف معناها، معنا ما نجموش نعملوا حاجة كبيرة زادة. يعني على الأقل في الشأن الداخلي تنجم تحضر مشروع نتاع قانون تطرح وتحط الناس باش تصوت عليه بين عام، أم لا عام كامل باش تلقى الشأن فكرة. الخارجي رفيق نهار 9 نوفمبر عندنا المصالحة الليبية اللي باش تتم في تونس، هذا يعتبر نجاح باهر للدبلوماسية. بربي احنا ننقدوا كل، كان جيت رئيس في عام شنو القرار اللي كنت تاخذه؟ واحد برك في عهد قيس سعيد، أول قرار واحد الأهم. أنا بالنسبة لي الخطأ الكبير هي منطقة الكامور اللي عنده كل الآليات في مجلس الأمن القومي، ثروات الطبيعية الكامور والفوسفات. برهان قانون استفتاء على الدستور جديد، استفتاء على تعديل دستوري أولويتي من 6 أشهر الأولانية، استفتاء على تعديل دستوري. حب الناس تمشي معايا تمشي معايا، ما يحبوش العباد تحملوا مسؤوليتهم في بقاء المنظومة السياسية في النظام الحكومي. دور 6 أشهر تدخل ديريكتوم ضد كل الأحزاب، تعديل دستوري. زياد بوشوشة لمراد الزغيدي وبرهان بسيس على خاطر يشعلوا في الفتنة، فهمتني ولا الإيقاف الإيقاف أي محاكمة عادية ولا عسكرية؟ عسكرية عسكرية الرفض بلا محامي، محامي لا شيء، من بعيد بعيد محامي كان يحب يدخل واتساب واتساب نظفها كرونيكورات بدو يقعد بدو نخلي شوية فساد معايا في الأخصار الروبياتي وريني ما خطر ما يعرف الفست كان الفست يزم عبد بعد شوية للكونسي نرجع لكم بعد نسمع أخبار الطرقات مع صديقتنا ولف نلعبوا بعد شوية على 200 دينار كارت كربي من اهداء شيل في باور في الكويز باي شيل في باور. شيل في باور لو كاربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كهربتك اكثر نجاعه وفاعليه. شيل في باور سوبر سامبلون اي غازوال سان سوفر اي لو برودوي دو لاني 2020.